الكلام ده مظبوط؟ الكلام بتاع بيراميدز طبعا مظبوط فعلا. بيراميدز ما عملش الشكوى او ما بعتش الشكوى لاتحاد الكره النهارده او امبارح بعد فوز على الاهلي. لا فعلا الكلام ده بقى له فتره، بس هو كان فعلا في المركز الثاني ساعتها، ما كانش في المركز الثالث، فالطبيعي ان هو ساعتها مش هتفرق يعني. لو كان ارسل دلوقتي زي ما كان ارسل من اسبوعين كده كده هو كان في المركز الثاني، فطبيعي جدا ان هو كان يبعت بيضمن حقه يضمن كده. بس وطبعا دي حاجه اكيد حق النادي بيراميدز اكيد، وهو فعلا مقدمين موسم كويس جدا. ولكن برضه انا بفكر اداره بيراميدز او بفكر مسؤولي بيراميدز ان انتوا السنه اللي قبل اللي فاتت صعدتوا بالطريقه دي، السنه اللي قبل اللي فاتت انتوا صاعدين بالطريقه دي، فبالتالي قصه اللي احنا نتكلم في المعيار عاجبك ولا مش عاجبك، طب انت صعدت بيه قبل كده ما جيتش اعترضت ليه؟ بنفس المعيار بنفس المعيار. فبالتالي قصه بيراميدز او مين النادي اللي بيعترض مش دي مشكلتنا خالص، لان النهارده بيراميدز بيعترض على دوري الابطال والاهلي اللي هيكون داخل الناحيه الثانيه، مثلا نادي السموحه او نادي البنك او الطلائع بيتنافسوا مع فيوتشر على المركز الرابع، او حتى المصري اللي هو بطل السنه اللي فاتت. كل ده مين اللي بيحسمه؟ هي جهه واحده بس، اتحاد الكوره. النهارده الاتحاد الافريقي هل بس من خلال اللوائح؟ تمام. مش كده بيحسمه. قلت لك كابتن برضه في نفس الحلقه اللي داروش اتكلم فيها، انا قلت لك ساعتها ايه المعيار؟ الاتحاد الافريقي ما عندوش معيار. الاتحاد الافريقي بيقول لك اختار المعيار المناسب ليك. المعيار ده نفس الكلام بقوله لك. طب لو انديه اشتكت؟ انا اقول لك بس اكمل لك بس نقطه. نفس المعيار هو النهارده، لو انت المعيار نهايه الدور الاول تمام، لو المعيار نهايه شهر 6 تمام، لو المعيار في نهايه شهر 7 تمام، ما عندوش اي مشكله الاتحاد الافريقي. المهم انت كنت حطيت لي معيار يكون تمام، يكون انت موافق عليه والدنيا تمام كاتحاد بيدير اللعبه او اتحاد بيدير البطوله او رابطه بتدير البطوله في الدوري المحلي. فبالتالي انا كاتحاد افريقي انت باعت لي نهايه الدور الاول موافق وامين، 6 موافق وامين، 7 انا موافق وامين. انا بقول لك والكلام ده على مسؤوليتي، ونرجع نشوف ساعتها. الاتحاد الافريقي لن يلتفت لاي شكوى من اي نادي ما دام الاتحاد المصري بعت معيار من المعايير الطبيعيه. تاني هرجع لك، الاتحاد المصري لازم يبقى عادل في القصه دي، ما يجاملش حد. خلينا نتكلم بقى، خلينا نتكلم في المعيار. انا مش دعوه خالص بالانديه ولا اهلي ولا بيراميدز، هنتكلم كعدل. هتكلمني عن رايي الشخصي بعيد عن اتحاد الكوره، رايي الشخصي، وقلت لك برده ساعتها رايي الشخصي طبعا نهايه الدور الاول مش اي معيار تاني. يا الدور الاول مش عادل فعلا زي ما قال درويش اتحاد الكوره لما قال، بيقول المعيار الاقرب للعداله. مظبوط، هو الاقرب للعداله مش العادل. المعيار العادل ايه؟ طب ما اخد اكبر عدد من الماتشات لغايه ما اخلص 37. لا المعيار العادل ايه يا كابتن؟ اصل خلي بالك 31/7 ده يعني هتلعب حوالي 28 ده مش العادل يا كابتن. صح، 28 هيبقى ناقص 6 اسابيع على نهايه الدوري. مش ده العادل، مش ده المعيار العادل من وجهه نظري برضه. ليه؟ اقول لك ليه. انا النهارده المعيار العادل المظبوط نهايه المسابقه. ده نهايه المعيار العادل، محدش هيتكلم فيه. لا ده المعيار العادل اللي هو عايز افكرك يا محمد ان خطاب الاتحاد الافريقي بيقول انت تبعت والاتحاد الافريقي له الحق. ترجمت الجواب انا فاكرها. ايوه طبعا، انا له الحق أقولك انه يقتنع وياخد بالمعايير. أيوة بتاعتك ولا لا؟ عندك حق، عندك حق. مش مش تمام يعني. ايوه انت اشتكت يا كابتن، انت ما ياخدش بالمعايير. انا كاتحاد كاتحاد محلي ممكن اجي اقول لك ايه بعد الاسبوع الرابع مثلا، انت فاهمني، او بعد الاسبوع السادس او بعد اول جوله. بتقول ايه بتاعت الاتحاد المصري؟ مفيش مفيش مفيش. انا بقول لك المعيار ايه، ان النهارده امتى الاتحاد الافريقي يبتدي يعترض يعني؟ اللي هو وده طبعا حاجه مستحيله، انا بقول لك مستحيله، وهاجي لك في الكلام الاتحاد الافريقي كمان. النهارده امتى يعترض؟ لما تيجي تقول له مثلا ايه، انا عامل المعيار بعد الجوله الاولى. تمام، مثلا انت كده بقى اتحاد اهبل يعني، الراجل بتقول اي كلام. او بعد الجوله الرابعه ليه ان شاء الله؟ بس لما تيجي تقول له الدور الاول وحاجه معلنه، يعني عايز اقول لك ان انا فاكر ان الرابطه اعلنت بشكل صريح قبل اصلا الدور الاول بكتير ان الدور الاول المعيار، محدش فتح بوق ساعتها، محدش نطق، لان ساعتها كان ايه، محدش مضروب. طيب لا ثانيه واحده بس، معلش. لا معلش، انا قطعت. طب انا قطعت، اكمل الاخر وبعد كده اكلم براحتك. تمام، فانا النهارده القصه دلوقتي المعيار ان انا جيت قلت الدور الاول. تمام، كل الناس وافقت، محدش اتكلم، دور الاول المعيار الطبيعي. حتى الاهلي انتظرنا. عايز اقول لك حاجه، لو افتكر برضو الكلام، ان في ناس حاجه ما كانش حد واخد باله منها، كان ممكن اساسا اللي يلعب دوري ابطال، لا مش دوري ابطال، اللي يلعب كونفدراليه، مش كل دول خالص، كان بتروجيت. لو تفتكر بتروجيت قبل ماتش الكاس بتاع الاهلي، لو كان بتروجيت كسب الاهلي ووصل النهائي، لو كان اللي بتروجيت كسب الاهلي ووصل للمباراه النهائيه، كان بتروجيت هو اللي هيصعد رابع. هو بياخده على الكاس بتاع السنه اللي فاتت، على الكاس اللي فاتت. تفتكر بقى ايه اللي حصل ساعتها؟ اتحاد الكوره عمل اجتماع قبلها بثلاث اربع ايام، قال لك ايه؟ قال لك هيتم ارسال الانديه المشاركه في افريقيا يوم 6. انا فاكر كويس، بعد يوم ماتش الاهلي وبتروجيت. ليه؟ كان بعد يوم ماتش بتروجيت. ما قالوش ليه في البيان، ما اتقالش ليه، بس ليه؟ عشان لو كان بعد يوم 6، لو كان يوم 6 جه وكان بتروجيت فاز بتروجيت، كان بتروجيت اللي هيطلع، ما كانش الانديه دي كلها. اذا المعايير محطوطه يا كابتن كريم ومفيش اي حاجه. طيب هنيجي تقول لي الاتحاد الافريقي، وانا بقى بقول لك اهو الكلام اللي بتحاسب عليه، والكلام اصل ان شاء الله باذن الله نكون، يا ربنا ادانا عمر، هنرجع وهنتكلم بعد ما يحصل وبعد ما الكاف ياخد قرار وبعد كل تمام. حاجه. الاتحاد الافريقي لن يلتفت لاي شكوى لاي نادي، ولا مع احترامي لبيراميدز ومع احترامي طبعا لطالع الجيش، مع احترامي للبنك، مع احترامي لاي نادي تاني، ما دام المعيار مظبوط وما دام المعيارات ما فيهوش مشكله. طبعا معيار الدور الاول معيار ما فيهوش مشكله، محدش يقدر يتكلم فيه. انت بقى كلام درويش اللي هو الاتحاد الافريقي، انت بتقول هياخدوا معيار الدور الاول خلاص. طب لا يا كابتن خلاص، هنستنى 37 خلص، الانديه دلوقتي بتتصنف. درويش بتقول انت هتستنى 37. حاجه واحده